اهلا بيكم جميعا، انا آلاء الشرقاوي وهنتكلم النهارده عن التعليم الاونلاين. احنا مش عارفين نذاكر اونلاين. الهاشتاج ده انتشر الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا بسبب المشاكل اللي كانت بتواجه الطلبه في التعليم الاونلاين، سواء ان النت بطيء جدا او اساسا هم مش عارفين يدخلوا المحاضره، ولو ان معظم الناس كانوا بتدخل المحاضرات على الابلكيشن اسمه زوم. زوم ميتنج هو اللي سهل التواصل بين الدكتور والطالب، وزي ما الكورونا كانت ليها تاثير في خساره حاجات كتير، ولكن كانت بالمكسب لناس قليله جدا. اريك يوان الرئيس التنفيذي لشركه زوم، بعد لما كانت الفيزا بتاعته اترفضت 8 مرات من اليونايتد ستيتس، دلوقتي هو بليونير. زي ما الزوم ميتنج هو كان نقطه التواصل بين الطالب والدكتور وكان بيسهل ويوضح الطريقة دي، ولكن كان الطلبة معظمها كان بتواجه شوية مشاكل في الاستيعاب بالدروس عن بعد، وخصوصا الأطفال. الطفل اللي كان دايما متعود ان هو هيذاكر مثلا شويه بالليل وبعدين في الاخر هيفتح الكمبيوتر عشان يلعب جيم، دلوقتي الكمبيوتر بالنسبه له بقت هي المدرسه، فطبعا ده اثر نفسيا وصحيا على المتلقي. من مميزات التعليم الاونلاين ان ببساطه شديده يقدر الدكتور او المحاضر ان هو يريكورد المحاضره بتاعته، فبالتالي ان الطالب اللي حصل له اي انترنت ديفيكولتي يقدر ان هو يرجع تاني يعيد المحاضره من الاول وجديد من غير اي انقطاع في النت، وتبقى المحاضره عنده عادي، وممكن ان هو يقدر ان هو يعيدها كذا مره قبل حتى الامتحان بتاعه، فبالتالي ان كده مفيش اي معلومه تقدر تفوته. ومن اهم الحاجات اللي احنا لازم ناخدها في الاعتبار وبالذات للاطفال هو تنظيم الوقت. خلونا نتكلم عن الثانويه العامه والنظام الجديد بتاع الثانويه العامه. دلوقتي تقدر تحسن اكتر من مره، الامتحان كله بقى مالتيبل تشويس، تقدر تاخد نتيجتك كمان اول ما تخلص الامتحان، ده طبعا هيمنع الظلم في التصحيح او التظلمات. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وانتظرونا في حلقات تانية كتير، وما تنسوش تقولي لي رايكم في الكومنتات.